على مدار سنوات عملك في الفيفا بالتأكيد كنت مشارك في أو مشاهد لهذه الجوائز، ولكن لو سألتك كمشجع ومتابع من الخارج، مين أكتر لاعب تستمتع بمشاهدته على مر التاريخ؟ أكتر لاعب شاهدته يلعب كرة القدم من وجهة نظرك، أفضل لاعب؟ أنا قد رأيت العديد من اللاعبين. أنا كنت ألعب كرة القدم وليس محترفا وإنما على سبيل الهواية، وكنت ألعب رقم 9 مهاجم، وإنما إذا سألتني عن خلال فترة عملي وليس كلاعب ولكن في كرة القدم عموما، يجب أن أقول بيلي هو الأفضل، لأن بيلي ليس فقط لاعب جيد ولكن شخصية رائعة، هو إنسان رائع، سعيد دائما، ممتع لمن حوله. ما وقد حافظ على كل الأسس الخاصة بلاعب كرة القدم، وما قلته بخصوص ترام بخصوص الإنسانية في التعامل مع لاعب كرة القدم قد حققه بيلي على وجه أكمل.